هذا وقد اختتمت النسخة الخامسة من بطولة القتال الشجاع تحت رعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة التي أقيمت بصالة دوم بالنادي الرياضي الوطني بمدينة مومباي بجمهورية الهند الصديقة بمشاركة 20 مقاتلا من مختلف أنحاء العالم. Ladies and gentlemen, it's time to be brave. Mumbai, India, I have one question for you and one question only. Are you ready? لوحة رياضية فنية رسمتها بريف بطريقة جمالية ولم تكتفي أن تكون نموذجية بل حرصت بالظهور بأسلوب الكمالية لتعطي دروسا مجانية بالعمل والتنظيم باحترافية. فقد اختتمت النسخة الخامسة من بطولة بريف التي أقيمت بمدينة مومباي الهندية بمشاركة 20 مقاتل من مختلف أنحاء العالم. فقد استطاعت بريف بعد 3 محطات خارجية أن تحقق نجاحا كبير من خلال المستويات العالية التي شهدتها منافسات هذا الحدث العالمي. لقد استمتعت بالعرض واستمتعت بالمهارات العالية التي قدمها المقاتلين، والممتع أكثر من ذلك هو فوزي الذي حققته في النزال الرئيسي. قد كان النزال قوي وصعب للغاية، ولكني استطعت الفوز واستطعت امتاع الجماهير. كنت محضر استرايك وكنت واعد ان انا اوقع نوكاوت، بس خصمي كان قوي. عملت كذا كاونتر واشتغلت بايدي واشتغلت برجلي، بس في رجل عدت ومسكها وخدت تيك داون، بس الحمد لله كان الترانجل مستعد، خدت ترانجل وحاولته ارنبار وبعد كده ترانجل ثاني وفنشت الحمد لله. بريف من حدث لحدث بتتقدم. النهارده يكفي جو الصاله، يكفي جو المباريات، كل شيء من اول الاكومنديشن، السفر، طريقه التعامل، المنظمه احترافيه بحق وحقيق. انا شاركت في منظمات كتير طبعا، منظمه بريف ليها كل الاحترام وليها كل الشكر، وبشكر الشيخ خالد على رؤيته اللي وجهها لمنظمه بريف ان هي وصلت للمستوى ده. في هذا النزال أعتقد أن قدراتي كانت أفضل من خصمي بكثير، وقد أثبتت للجميع بأنني أستطيع القتال مع أفضل وأقوى المقاتلين في العالم. عشرة نزالات امتازت بالحماس والإثارة، إذ اتسمت المواجهات بالندية والقوة والمهارات العالية التي قدموها المقاتلين على حلبة النزال، والتي خطفت أنظار عدد كبير من الجماهير المحبة لرياضة فنون القتال المختلطة، واستقطبت أكبر النجوم والشخصيات الذين حرصوا على التواجد والاستمتاع بالعروض الفريدة في هذا التجمع الرياضي. أود أن أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على هذه الفعالية الرائعة والتي تمتاز بالإثارة والحماس، وأتوقع بأنها سوف تكون أحد أكبر المنظمات العالمية في المستقبل. شيء مميز ما تفعله بريف في الهند من نقلة كبيرة في هذه الرياضة، فقد أضافت بريف الكثير لرياضة فنون القتال المختلطة، وأتمنى أن يستمر هذا التجمع وتستمر هذه الطاقات الإيجابية والحماسية، وأنا سعيد جدا بهذه البطولة. أعتقد أن من الرائع أن نشاهد هذا العدد من المقاتلين في الهند مع مقاتلين محليين، وما يحدث اليوم هو أمر جيد أن نرى هذه الفرصة التي منحت للشباب للظهور العالمي، وذلك خلال هذا المستوى الممتاز من التنظيم. رائع جدا ما نشاهده لأول مرة في الهند، فقد أحببته بشكل خاص كوني أحد عشاق هذه الرياضة، لذلك يجب علي التواجد. لأول مرة أستمتع بهذه النوعية من الرياضات بالحضور شخصيا، كنت أشاهدها فقط عبر شاشات التلفاز، وأنا سعيدة جدا بتواجدي هنا لأنها اسم على مسمى، كونها تمتاز بالفعل بشجاعة ليس فقط من قبل المقاتلين بل حتى للقائمين عليها.
نهاية مثالية للنسخة الخامسة من بطولة بريف، حققت خلالها مملكة البحرين أهدافا كثيرة، وذلك بدعم ورعاية من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين من مدينة مومباي الهندية.